Hello everyone and welcome to the channel. اليوم إن شاء الله رايحين نديروا ملخص الوحدة الأولى بعنوان Getting Through. Getting Through. قلنا وش نقصده بGet Through معناها ينجح to succeed. I get through معناها I succeed بمعنى أنجح. وفي هذا السياق معناها I succeed in communication. أنجح في الاتصال. الوحدة الأولى جت بعنوان The Intercultural Exchanges. The Intercultural Exchanges. Intercultural هو ما بين الثقافات. Exchanges هي عملية, a process of give and take, هي عملية أخذ وعطاء, ونقصد بها التبادل. Exchanges هم التبادلات. كما شفنا في الإيميل تاع كيرسي اللي هي from Finland, the first lesson اللي شفنا مع بعضنا هو the sequencers. The sequencers كما قلت لكم sequencers جاية من الكلمة sequence. Sequence هي حلقة. Sequencers هي كلمات تستعمل لربط الجمل ولا الأفكار مع بعضها البعض باش ما تكونش عشوائية. وشفناهم first, second, after that, next, finally, etc. هذه الكلمات كامل نستعملوهم بها نربطوا الجمل تاعنا مع بعض. وشفناهم في المثال تاع the instructions. The instructions اللي هما التعليمات. For example, باه تكري ايميل قلنا first you press the button on the central unit. First you press the button on the central unit. اولا تضغط على الزر في الوحدة المركزية للحاسوب يسمى تشعل لينيتي سنترال. Second you connect to an ISP اللي هو the internet service provider, تتصل بالمودام يحبيكو. After that you log in to your email. After that you log in to your email. وبعد هذا تدخل الايميل تاعك. هذو كامل يعني افكار ربطناهم عن طريق هذ السيكونسرز. يسمى الهدف تاع السيكونسرز هما كي تعودوا تهضروا ولا كي تعودوا تكتبوا, you use them to organize your ideas ولا your sentences, نستعملهم لتنظيم الافكار والجمل. الدرس اللي بعده شفنا تاع preference. Preference هي التفضيل. الفعل منها هو to prefer. To prefer مام بالفرنسي نقولو preference والverb سي préférer, أفضلو. To prefer معناها يفضل حاجة على حاجة, يسمى راح تكون فيها مقارنة, راح يكون فيها إبداء الرأي, expressing opinion. وبالمناسبة بزاف ناس تغلط في الفعل express, تحسبه adjective. Express قدرة تكون فعل, قدرة تكون صفة. بار اكزومبل يقول لك واحد انا درت كوموند اكسبريس معناها سريعة جات ليه. بصح هنا اكسبريس جبناها من الناون, جبناها من الاسم اكسبريشن بالفرنسي اكسبريسيون. عندنا اكسبريسيون اورال ولا اكسبريسيون اكريت, تعبير كتابي تعبير شفوي. الفعل منها هو تو اكسبريس معناها يعبر. يعبر. ناو باش نعبروا على راينا باش نمدوا جوستومو راينا تو اكسبريس اور اوبينيون ولا تو اكسبريس اور بريفرنس, نستعمل الصيغة I prefer. I prefer أفضل هذه على هذه. واللي شفتوها في الكلاسة هي I prefer email rather than snail mail. I prefer email على snail mail اللي هو البريد القديم الحلزون. وقادر يجيكم سؤال for example what do you prefer Instagram or Facebook, انت قادر تريبوندي I prefer Instagram than Facebook ولا rather than Facebook. And of course you give reasons. You give reasons تمد أسباب اللي هما يعني الصفات اللي شفناهم. الصفات ما شفناش صفات عاديين, شفنا صفات بصيغة التفضيل. صيغة التفضيل أكثر وأسرع وأرخص. هذو بلونجلي كيفاش نديرهم تو سامبلومون نزيدو ER ولا ER بالفرنسي, نزيدوهم مع الصفات الصغيرة for example fast, for example cheap اللي هو رخيص. واش نديرو نزيدو لهم ER تولي لنا faster cheaper أرخص. يسمى هنا واش نقولو, نقولو I prefer for example email because, لأن first ندير sequencers تاعي ما ننساهمش دروس كامل نربطهم مع بعضهم. First because it is faster. Faster يعني أسرع لأنه أسرع. And then it is ولا after that it is cheaper, إنه أرخص. وروح معه. بصح لي زادجكتيف اللي يكونوا كبار ما همش صغار كيما fast ولا cheap تكون الصيغة تاعهم الكتابية كبيرة ولا طويلة, نسبقوهم بالكلمة more. More for example practical. Practical اللي هي عملي. واش نديرو ما نقولش practicaler. Practicaler no ما تجيش. واش نديرو نسبقوها بالكلمة more, نقولو I prefer email because it is more practical.
أنا أفضل الإيميل لأنه عملي ولا أكثر عملية. بعد هذا رحنا درنا ريدينج، دخلنا سيكونس جديدة اللي هي ريدينج، وقرينا الإيميل تاع كيرسي اللي هي من فنلند، حكيت لنا على حياتها وحكيت لنا على her daily habits، عاداتها اليومية daily habits. وكي نحكيو على العادات اليومية ولا العادات اللي نديروهم ديما، نستعملو واحد النوع واحد آخر من الكلمات اللي هو frequency adverbs. وشي هما frequency adverbs؟ هي عبارة عن كلمات نستعملوهم باش نبينو بلي رانا نحكيو على عادة، حاجة نديروها دائما ولا أحيانا ولا ما نديروهاش خلاص. هذه الكلمات هي always بمعنى دائما، عندنا regularly بمعنى بشكل منتظم، عندنا generally معناها عموما، عندنا often معناها غالبا، عندنا sometimes أحيانا ولا بعض المرات، عندنا usually هذا الأس تقرا usually هي نفسها often ولا sometimes معناها أحيانا، and then we have occasionally جاية من occasion بالفرنسية occasion معناها عندما تتيح لي الفرصة، ستادير ماهيش أحيانا وماهيش دائما، وين جات الفرصة. and then we have rarely اللي جاية من الصفة rare بمعنى نادر، rarely معناها نادرا. and then we have never معناها جامي بالفرنسي، معناها ما نديرش هذيك الحاجة خلاص. for example I always go to school، I generally drink water، عموما نشرب الماء، I often watch TV، sometimes I use my phone، and I rarely judge people، and then I never for example I never smoke، جامي نتكيف. now لو كان يطلب منك سؤال يقولك express بمعنى عبر ولا talk بمعنى تحدث about your habits على عاداتك، ما تنساش تديرهم الفريكونسي adverbs، you have to use them. قلنا البوزيسيون تاع هذه الكلمات الوضعيه تاعهم في الجمله وين يكونوا قبل الافعال التامه، لانه الافعال عندنا نوعين كيما على بالكم، افعال كيما jump كيما eat بمعنى ناكل صوتي، هذو افعال تامه المعنى. هنا يا the frequency adverb يجي قبلهم، for example نقولوا I always eat chicken بمعنى ديما ناكل دجاج for example. وكي يكون الفعل ماهوش تام بمعنى فعل ناقص كيما اللي هما auxiliaries كيما will كيما have، هنا يا the frequency adverb يجي بعدهم، for example نقولوا I will always love my mother. هنا يجي بعد الفعل الناقص. بعد هذا الدرس شفنا نوع واحد آخر من الادفيربس اللي هما degree adverbs نتاع الدرجة، هي هما دي زادفيرب تاع التدرج. دوك نفهمكم، هما كلمات تو سامبلومون نستعملهم قبل الصفات ولا قبل the other adverbs باش to grade، باش نزيدو لهم في المعنى ولا نقصو لهم في المعنى. for example عندنا extremely، عندنا very، عندنا quiet، عندنا rather، عندنا not very، وعندنا not at all. هذو نستعملهم مع الصفات وليست كل الصفات القابلة للتدرج. for example عندنا cold، الصفة cold بمعنى بارد، هذا الكلمة بارد اللي هي صفة قادر نتلاعب لها بالمعنى نتاعها، نتدرج لها في المعنى نتاعها، نزيد لها degree adverbs، قادر نزيد لها extremely تولي لنا extremely cold بمعنى بارد بطريقة very much extremely، ولا قادر نقص لها في المعنى نزيد not very cold بمعنى دافئ نوعا ما. نشوفوا ديز اكزامبل كيما في كيرسي اللي هي من فنلند، وفنلند جاية الفوق in the north of Europe في شمال أوروبا، قلت لهم the weather is very cold الجو بارد جدا. لو كان نحكي على أضرار for example نقولوا in أضرار the weather is not very cold بمعنى ليس بارد بزاف. ونشوفوا مثال واحد آخر، جامبل اللي هو الكوميك اللي الناس كل تفرجوا، جامبل is very funny ونفسها quiet، Gumball is quite funny، وقادرين نقولوا Gumball is rather funny. والناس اللي ما يعجبهاش Gumball قادرة تقول to simply more Gumball is not very funny بمعنى ما يعجبهمش وما يشوفوش funny. بعد هذا رحنا قرينا أنواع الرسائل، يعني كي نعودوا نبعثوا كي نديروا exchange، the intercultural exchange، كي نديروا التبادل الثقافي مع بعضنا، how using the internet، how
عن طريق sending and receiving messages، عن طريق بعث واستقبال الرسائل والإيميلات. وقلنا عندنا واحد الفاكتور، عندنا واحد العامل يتحكم لنا في طريقة الكتابة، لأنه كيرسي كيبعثت إيميل الأمال. وقلت لكم in class what do you think، وش تعتقدوا لو كان كيرسي بعث the same email to her father، لباباها، ولا to her manager، ولا to her boss اللي هما رؤساءها، do you think she would use the same words؟ وكامل اتفقتوا باللي لا لا، because باباها كبير عليها لازم تحترمه etc. هذه بلونجلين عيطوا لها formality ولا الكلفة ولا الرسمية. واحد متكلف معناها واحد محترم في الهضرة تاعو. وكي تكون for example between الصحاب ولا between the cousins اللي هما الأقرباء، قادرين نكونوا محناش formal. وفي طريقة الكتابة قادرين نستعملوا صيغ كيما I've اللي هي تصغير تاع I have، قادرين نقولوا your اللي هي تصغير تاع you are، قادرين نقولوا it's اللي هي تصغير تاع it is، قادرين نستعملوا نوع من الأفعال تاع الأمر، قادرين نقولوا له come أرواح، قادرين نقولوا له tell me قل لي وروح معه. هذه كامل it's informal because صاحبك مدخسو. par contre كي يكون واحد ماكش مدخسو and you have to respect them، ما تحكيش هكا، لازم الكلمات تاعك يكونوا تامة مكتوبة قد قد، كيما your تولي you are، it's to really it is. وفي طريقة الكتابة لازم تستعمل كلمات كيما please، كيما if I can come، إذا نقدر نجي أروح معها، because you have to be formal مع الناس اللي تكون معهم formal of course. الأنواع تاع الرسائل نشوفهم ليه اللي شفناهم في القسم، شفنا تاع apology، apology اللي هي الاعتذار والفعل منها هو to apologize. شفنا the invitation letter اللي هي رسالة الدعوة، الرد عليها ولا the response to the invitation هي تكون سواء acceptance اللي هو قبول، سواء refusal اللي هو رفض. شفنا ثاني the inquiry letter اللي هي رسالة الاستفسار، the inquiry letter هذه تكون super formal، تكون formal بزاف، تكون very formal اللي هو degree adverb سبقتها very لأنها formal بزاف. for example نشري تليفون وما نعرفش نستعمله and I want to send an email to Samsung for example ولا Apple ونقول لهم how can I use it، ولا لقيت فيه ديف ولا، نبعث الانكوري letter اللي لازم تكون formal بزاف وعندها نمط معين من الكتابة اللي شفناه مع بعض في القسم. الدرس الموالي اللي راح نطرقوا له في المراجعة اليوم هو the purpose، expressing purpose، التعبير عن الهدف ولا الغرض. نستعملوا هذا الصيغ الموالية، عندنا in order to، in order to، عندنا to وعندنا so as to، هذو كامل عندهم نفس المعنى اللي هو التعبير عن الغرض. for example I study hard in order to have a good life. I study hard in order to have a good life. نقرا مليح على جال ولا باش، in order to have a good life، باش تكون عندي حياة مليحة. وكي تكون يعني الحاجة هذيك مانيش حاب نديرها، ندير صيغة النفي يسمى نتجنبها هذيك الحاجة، نسبقها بنات ونات نحطوها قبل to، جي قبل to. for example نقولوا I wake up early not to be late. I wake up early not to be late، نوض بكري باش ما نكونش روطار. ونعوضهم بكامل، كامل يجيو في نفس البلاصة ورام صحاح، قادر نقولوا I wake up early in order not to be late. I wake up early so as not to be late. الدرس ما قبل الأخير اللي شفناه هو expressing obligation، absence of obligation and prohibition، التعبير عن الوجوب، غياب الوجوب والمنع. الوجوب ستضيق حاجة لازم عليك تديرها، غياب الوجوب هي حاجة ماهوش لازم عليك تديرها، والprohibition هي حاجة ممنوع عليك تديرها. نستعمل واحد models، نستعمل واحد نوع من الأفعال ناقصة of course، أفعال ناقصة به نعبروا على هذو كامل اللي شفناهم، اللي هو ما عندنا must، عندنا have to، عندنا need to، وعندنا should. فيما يتعلق بالمعنى كامل عندهم نفس المعنى، كيما must، كيما have to، كيما should، كيما need to، they all express obligation، حاجة لازم تندار، بصح يختلفوا في الشدة. عندنا must هي الحالة يعني الحالة الإكستريم، الحالة المشدد عليها بزاف، كي نقولك must معناها هذيك الحاجة you have to do it، ما فيها حتى هضرة. وذوك نشوفوا صيغة النفي، for example نشوفوا مثال I must be respectful، I must be respectful لازم نكون محترم. I have to work hard، I have to work hard هذه أقل شوية درجة من must، يسمح حتى إذا ما خدمتش hard
كيما نقولوا في بعضك ماهيش راح تكون كونسيكونس بزاف بارابور الماست. ماست كي تكون ماكش ريسبكتفول يو ويل هاف كونسيكونسز العواقب. اي شود هاف بريكفاست. اي شود هاف بريكفاست لازم عليا نفطر. مامي لا مفطرتش اتس فاين ماهيش كيما ماست. دوكا نروحوا الابسنس اوف اوبليجيشن حاجه ماشي لازم تندار. For example, I don't have to speak always. I don't have to speak always. ماهوش لازم نهضر ديما. I don't need to eat always. I don't need to eat always. ماهوش لازم ناكل ديما. I should not be stubborn. I should not be stubborn. معناها ما لازمش نكون عنيد. إذا لاحظت هنا استعملت كامل المودلز apart must. لأنه must كي نسبقوها بنات هنا ما تكونش absence of obligation. هنا تكون prohibition. تكون منع. ما فيهاش تمسخير. For example, كي تشري انت تليفون ولا اي جهاز الكتروني في كتيب الارشادات the instructions تلقاه كا warning تلقاه تحذيرات لانه هذيك الحاجه لو كان ديرها you will have consequences. For example, you must not use your phone before full charge. You must not use your phone before full charge. ما لازمش تشعل ولا تستعمل تليفونك اللي شريته هذا وين قبل ما تشارجيه 100%. يسمى لو كان تشعل ولا تخرب فيه راح يفزد لك ولا يولي ما يحكمش لا شارج. واخر درس عندنا في الوحده الاولى هو correlative conjunctions. correlative conjunctions هي عباره عن ادوات ربط نربطوا بها يعني جمل لانه كي نعودوا نكتبوا تجينا جمله مع جمله مع جمله لازم نربطوهم مع بعضهم سينو تكون شويه الحاله ماهيش مرتبه. ماهمش كيما السيكونسرز لانه هادو يجيو في وسط الجمل يربطوا جمل مع بعضهم. نشوفوا مثال باه نفهموا مليح. عندنا فور اكزامبل زينب came late. زينب came late. came هو الباست تاع كام. زينب جات روطاري بيقول زينب came late. نسيبة came late too. نسيبة came late too. لو كان نعود نهضر ولا نكتب جي بيزار هذاك اللي يسمع لي ولا اللي يقرا لي يحس باللي كاين ريبيتيشن كاين هضره بزاف. واش نديرو حنا بهني فيتي والريبيتيشن نربطوا الجمل مع بعضهم. and now we say وذو كنقولوا both زينب and Nusayba came late. Both Zainab and Nusayba came late. اسمه في زوج جاو روطار. نشوفوا حالة واحدة أخرى. Anis for example. Anis did not do well in mathematics. Anis did not do well in the mathematics. Anis ما خدمش مليح في المات. وجملة واحدة أخرى اللي هي for example عقبة. For example عقبة did not do well in mathematics too. سمحت عقبة ما خدمش. نلمهم مع بعضهم في نفس الجملة. هنا إذا لاحظتوا عندنا النفي did not ماهيش كيما الحالة الأولى. الحالة الأولى كعاد ما كانش النفي جمعناهم both. بس حكي يكون عندنا النفي في الجملة نجمعوهم بneither. واش نولي ونقولوا نقولوا neither أنيس nor عقبة did well in mathematics. هنا واحد قادر يسقسيني يقول لي وين راحت not هذيك وين راحت did not بيسك في الجملة الأصلية عندنا did not. نريبون ديلك نقول لك كي نفوت ندير neither هذيك راهي هي تدي المعنى تاع not. اسمها ما نقدرش نقول neither أنيس nor عقبة did not do well in mathematics. ينفو نكتب neither خلاص أي ثم فيها النفي. والحالة الأخيرة هي تاع choice اللي هي تاع الخيار. For example you have to take your pills before bed. You have to take your pills before bed. لازم تشرب دواك pills اللي هما الحبوب قبل النوم. ولا you have to take your pills in the next morning. You have to take your pills in the next morning. ولا قادر تشربهم الغدوة من ذاك. باش نلموا الجملتين مع بعضهم نقولوا you have to take your pills either before bed or in the next morning. You have to take your pills either before bed or in the next morning. بمعنى خيار يا تشربهم قبل ما ترقد يا الغدوة من ذاك. I hope everything is clear and I really hope نتمنى تكونوا كي تعودوا تتفرجوا في الفيديو عودوها ميل فوا. It's not a problem. المهم تفهم شو رانا قاعدين نديروا أببري هنا يا. ولتثبيت المعلومة لازم تخربشها. You have to sketch the information. لازم تخربشها عليها. نقول لكم قبل ما تتفرجوا الفيديو ديروا معكم كناشة جيبوا كراس أشاك فوا تسمع example هكات عجملة روح اكتبوا أشاك فوا هكات تسمع قاعدة ولا اكتبها باه تعود روحك على تحرير الجمل ولا كتابة الجمل باه تعود عليها وتهز الباجاج. لأنه العلم
كيما نقولوا صيد، والكتابة قيد. لو كان ما تكتبش اي ما تتقيد لكش هذيك المعلومة وتروح. ما تنساوش ثاني تخليو تعليقات باستعمال الدروس اللي درناهم هادو في خانة التعليقات تحت الفيديو. بعد نتمنى تكتبوا امثلة على كل يعني درس اللي شفناهم وشرحتهم لكم. هذا وين preference دير مثال، obligation دير مثال، absence of obligation دير مثال، prohibition etc. حاول دير امثلة باش تقيد المعلومة عندك في راسك. Thank you so much and see you next time.